السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش. في هذا الفيديو الذي سنشرح فيه كيفية استعمال هذا التطبيق الرائع لتنظيم البطولات ماي شالنج أو شالنج بيس. التطبيق يعني تطبيق ممتاز، يمكنك أن تعتمد عليه في تنظيم البطولات، وهو أحسن تطبيق متواجد حاليا لتنظيم البطولات. تضغط على هذه الخانة، نعود إلى الوراء، هذه الخانة تضغط عليها كي تضيف بطولة، يعني تختار نوع البطولة Call of Duty أو أي نوع من الألعاب الموجودة واللي يعملوا فيها البطولات. إحنا حنختار سوسر، يعني تختار الآن نوع البطولة، هل هي بطولة مجموعات يعني فرق، يعني فرقة، أو كل واحد لوحده. نختار مثلا كل واحد لوحده، كل شخص يمثل نفسه وليس بطولة فرق. بعد ما تختار هذا الاسم يطلب منك تعمل صورة هنا، وهنا ممكن تغير اسم، مثلا نكتب بطولة تجريبية، بطولة تجريبية، نعمل اوكي. ثم نضغط هنا كي تضيف يعني صورة صورة يعني للبطولة، وهنا تضيف يعني اللاعبين. ممكن تضيف اللاعبين بهذه الطريقة، تضغط هنا في الأعلى لليسار، تضغط وتعمل يعني تضيف عدد من اللاعبين، نقول مثلا 10 لاعبين، وراح يضافوا 10 لاعبين. بعد ما تضيفهم بهذه الطريقة يعني ممكن تدخل تضغط هنا في إشهارات، طبعا في هذا الإشهار ممكن طبعا تضغط هنا وتاخذ صورة للاعب وتغير اسم اللاعب، مثلا محمد اوكي. حيكون عندنا لاعب اسمه محمد، وكل مرة تعمل نفس الشيء. فيه طريقة اخرى، ممكن تضغط هنا تكتب اسم اللاعب خالد مثلا صف، بعد ما تضغط هنا تضيف صورة اللاعب. هذه هي الطريقة اللي نضيف بها اللاعبين. نحذف هذا اللاعب، عندنا الان 10 لاعبين. فيه طريقة اخرى لاضافة اللاعبين، هي تضغط هنا وتعمل امبورت اذا كنت يعني مسجل لاعبين من قبل. نضغط هنا وتظهر لي عدة بطولات، مثلا لاعبين الجزائريين، واقوم باختيار لاعبين اللي اريد انا اضافتهم بما اني سجلتهم من قبل، وممكن تضغط هنا لاضافة الكل، انا ما راح اضيف هنا طبعا. الان نعود الى هنا. بعد ما اضفنا اللاعبين يعني ممكن تختار يعني نوع البطولة 16، هل هي يعني بطولة إقصاء مباشر أو بطولة عادية، يعني هل هي كأس أم بطولة. بهذه الطريقة حنعمل كأس، حناخذ في البداية كأس ذهاب وإياب أو ذهاب فقط، نعمل ذهاب فقط. 10 لاعبين، عدد المقابلات مقابلة، وننطلق. راح تظهر هنا هذه هي يعني البطولة بتاعنا. بعدها ممكن كارت فينال سيمي فينال، ندخل هنا نضع بهذه الطريقة ترام بالك، وبالتالي يقوم بتوزيع اللاعبين بهذه الطريقة. وكل مرة يعني تلعب مقابلة مثلا نضغط ندخل هنا النتيجة، مثلا 2-0 لهذا اللاعب. لما تعود تجد بأن اللاعب تأهل مباشرة إلى الدور القادم. راح نضيف الآن هذه بطولة إقصاء مباشر، راح نضيف الآن بطولة أخرى وهي يعني بطولة يعني فرق يعني عادي. نعمل مجموعتين، عدد المجموعات، ونضغط هنا فيه مجموعتين، المجموعات لا يوجد فيها ولا لاعب. نضغط على هذه الخانة كي يقوم بالتوزيع العشوائي للمجموعتين، يعني 5 لاعبة كل مجموعة، وبالتالي عندنا اللاعبين 5 لاعبة كل مجموعة. بعد ذلك نأتي إلى هذه الخانة، ممكن تضيف أنت يعني الدور الأول الثاني والثالث، ممكن تعملها بهذه الطريقة يعني مقابلة ذهاب وإياب، نعمل ذهاب فقط أو ذهاب وإياب أوكي. وبالتالي عندنا كل الأدوار يعني 10 أدوار، وهذه هي الدور الأول، تسجل هنا النتائج كل مرة. هذا هو التطبيق على العموم. في التطبيق فيه يعني بعد ما ندخل البطولة التجريبية ممكن يعني تقوم بإضافة يعني صديق ليساعدك، يعني ادمنستراتور اخر تضيفه بهذه الطريقة، ضروري انه يمنح يعطيك التوكن بتاعه. كيف يعطيك التوكن؟ التوكن تأتي الى هنا
يعني صديقك ضروري يأتي إلى هنا، يأتي إلى هذه ماي توكن، ضروري أنه يسجل، إذا ما كان مسجل ويضغط على جنرال توكن، حيعطيك رقم يقوم بالضغط عليه، يعمل يعني نسخ ثم يرسله لك، وبعد ذلك بإمكانك أنت تضيفه بتلك الطريقة اللي تكلمت عليها، يعني تضيفه هنا administrator added وتضيف هذا الرقم هنا، وبالتالي حتتمكن من إضافته كيعني أدمين معاك ولمساعدتك في إضافة يعني النتائج في هذا التطبيق. طبعا فيه خاصية أخرى يعني اللي هي هذه الخاصية يعني الدوبليكات، يعني يمكنك أن تنسخ يعني كل البطولة تاعك أو حذفها. طبعا أتمنى أن يكون الفيديو الأول مفيد، ورح نشرح بالتفصيل هذا التطبيق في القادم إن شاء الله.